يا مساء الفل مدرسين الانجليزي الجمال. موضوع كورسات طرق التدريس موضوع كبير شويه وبيجي لي اسئله فيه متكرره، فانا هحاول بايجاز في الفيديو ده الخص الاجابات عن كل كورسات طرق التدريس المشهوره. فهتكلم عن الفرق ما بين سلتا وسلتا بريباريشن، هتكلم عن الفرق ما بين تافل يونج ليرنرز وسلتا بريباريشن، هتكلم عن الفرق ما بين السلتا وكل كورسات طرق التدريس التانية، لأن دي معظم الأسئلة اللي بتجيلي. وطبعا هتكلم عن هنبدأ كورسات إيه في تفلزم، وتفلزم تفلزم دي منصة أونلاين بتقدم كورسات لمدرسين الإنجليزي بأشكال مختلفة. يعني أعتقد تفلزم عملت معادلة ما كانتش موجودة قبل ظهور تفلزم، حققت معادلة كده كانت شوية صعبة من حيث النوليدج ومن حيث المحتوى ومن حيث من حيث سعر الكورسات وهكذا، خلت كورسات طرق التدريس متاحة بكواليتي عالية جدا وبأسعار الحمد لله مناسبة جدا جدا لكل الناس. طيب عشان ما اطولش عليكم، الفرق ما بين السلتا والسلتا بريباريشن، السؤال ده بيجي لي كتير جدا. السلتا دي هو كورس جامعة كامبريدج، وده يعتبر كورس التدريس الأشهر، كورس طرق التدريس الأشهر، وهو يعتبر كورس تافل او كورس تيسل، ولكن البراند اسمه سلتا. يعني جامعة كامبريدج سمت كورس التافل بتاعها عشان تميزه عن كل كورسات التافل التانية، سميته سلتا اللي هي Certificate in English Language Teaching to Adults. دول الخمس حروف. مرة تانية بسرعة: Certificate in English Language Teaching to Adults. تمام؟ طيب هل هو كورس تافل او كورس تيسل؟ ايوه. طب الفرق بين كورس التافل وكورس التيسل ايه؟ طبعا ده السؤال اللي احنا قلنا هنتكلم عليه، الفرق بين كورس السلتا وكل كورسات طرق التدريس التانية، ان البروفايدر في حالة السلتا هو جامعة كامبريدج. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هي بتضمن الكواليتي بتاعة المنتج اللي طالع، عشان كده الكورس غالي جدا، الشهادة مكتوب عليها اسم جامعة كامبريدج. وانس ان انت خدت الشهادة دي، انت خلاص كده تقدر تروح تقدم في اكبر مؤسسات تدريس الانجليزي في العالم، كـ ELT English Language Teaching، EFL بقى ESL English as a foreign language، ESL English as a second language. وطبعا الفرق بينهم بسيط شوية، بس يعني تقدر تدرس الإنجليزي كسكند لانجوج أو كفورين لانجوج، وبيتقال عليك مدرس معتمد من جامعة كامبريدج. فعلا verified، خلاص الشهادة اللي معاك you are certified from Cambridge، عشان بس اللغط اللي حوالين كلمة معتمد، أنت خلينا نقول you are certified from Cambridge. جامعة كامبريدج بتقول ان انت مدرس ايا إن كان تخصصك، انت دخلت كورس السلتا ده بناء على ان انت لغتك سي 1 قوية، واتعمل معاك بري انترفيو بروسيس، واتعمل عملت انترفيو وعملت رايتنج تاسك، وخلاص شفنا في جامعة كامبريدج ان انت مناسب لدخول الكورس. فخلاص مفيش حد هيقول لك انت خريج تجارة او خريج زراعة او خريج حقوق او حتى خريج لغة عربية، انت خلاص معاك شهادة طرق تدريس من جامعة كامبريدج، بتقدر تسافر بيها، تقدر تشتغل بيها في اي مكان. بس طبعا في بعض الدول او معظم دول الخليج بيطلبوا حاجه كمان تثبت ان انت لغتك قويه، اللي هي هتبقى كورس ايلتس او توفل. بس طبعا الاشهر حاليا هو الايلتس غالبا، مش منطقتي قوي، فمش عايز ان انا اسهب فيها. فعشان تشتغل في مكان قوي بيبقوا عايزين يتاكدوا من قبل ما يشوفوك، من قبل ما يعملوا لك انترفيو، من قبل ما يكلموك عايزين يشوفوا شهاده ايلتس بند 7 ونص 8، وعايزين او 7 طبعا 7 وطالع ده كله ادفانسد، وعايزين يشوفوا شهاده طرق تدريس قويه. فطبعا اقواهم، انا ما بقولش ان هي ما فيش بعدها وما فيش قبلها، لا هي اقواهم. ليه؟ عشان جامعه كامبريدج عامله حاجه اسمها ستاندردايزيشن. لو انت خدت السلتا من مصر، لو خدتها من امريكا، لو خدتها من انجلترا، لو خدتها من البرازيل، لو خدتها من اي دوله في العالم، جامعة كامبريدج تبعت مفتش بيسموه الاساسور، يبص على الكورس من اوله لاخره، بيبص على التيوترز، بيبص على الكانديديتس، بيبص على البيبر ورك بتاعك، بيبص على البيبر ورك بتاع التيوتر، بيبص على كل حاجة، وبيحاول يدور على غلطة. يعني بيحاول يدور للتيوتر على غلطة ان هو ما مشاش على المعايير، بيحاول يدور للسنتر على غلطة عشان ما مشاش على المعايير. في الحالة دي بيتقفل السنتر وبيتلغي الفيريفيكيشن بتاع التيوتر، فمفيش تيوتر هيغامر بعد ما وصل لمكانه زي دي وتعب جدا عشان يوصل لها. مفيش واحد هيغامر او تيوتر هتغامر ان هي يعني الفيريفيكيشن بتاعها يتلغي او الفيريفيكيشن بتاعه يتلغي عشان ما مشيش على المعايير، فلازم يمشي على المعايير. ده اللي بيخلي كورس السلتا محطوط في حته معينه، ان هو ستاندردايزد، فالكونتنت فيه معمول بشكل معين ولازم يطلع بشكل معين، فعشان والشهاده طلع عليها الستامب واسم جامعه كامبريدج،
فعشان كده الكورس بيتراوح ما بين 28 و 32 ألف، وغالبا هيغلى لما يحصل التعويم، او هو هم حاليا بيفكروا يغلوه، لان انا من المطبخ، لان انا بدرب سيلتا، يعني انا بدرس كورس السيلتا نفسه اللي تابع لجامعه كامبريدج، وانا تيوتر فيريفايد من كامبريدج، فبقول لك من جوه المطبخ ان الكورس هيغلى، لان الفيز اللي بتدفع للشهاده بتدفع بالاسترليني، ولما حصل الفلوتيشن الاخير او التعويم الاخير للجنيه، الكورس لازم سعره هيزيد، لان مصاريف الكورس زادت على الفيريفايد سنترز اللي موجوده في مصر واللي موجوده يعني حول العالم. كل ما طبعا احنا بندفع، او كل السنترات بتدفع لكامبريدج بالاسترليني، لو العمله قلت ده معناه ان لو انت بتدفع بالمصري، وانت فعلا بتدفع بالمصري، الفلوس دي ما عادتش مقضيه المصاريف بتاعت الحاجات فلازم تزيد. مش عايز اطول عليكم في حته الفاينانس يعني، ولكن هي كده كده مرتبطه بسعر الدولار وبسعر الاسترليني. انا ايام ما خدتها كانت في مصر ب 12000 جنيه، بس كان مركز واحد بس اللي بيقدمها، فاضطريت ان انا اسافر عشان كان في ويتنج ليست طويله، فدفعت مبلغ برضو كبير، يمكن اكبر من اللي الناس بتدفعه حاليا، وسفر وغربه واقامه وهكذا. الناس سمعت ده في لايفات قبل كده. طيب، هو ال 12000 جنيه كانوا 2000 استرليني ايامها، كان الدولار بحوالي 6.5 7، انا اسف، كانوا ب 2000 دولار. دلوقتي ال 2000 دولار انت بتتكلم في 36000 جنيه، فده السعر اللي غالبا انا بتوقع، لسه ما اعرفش والله هيستقروا على كام، السعر اللي هي هتوصل له. طيب، ده الفرق ما بين السلتا وكل كورسات طرق التدريس التانية اللي على عيننا وعلى راسنا، ولكن مفيش مؤسسة كبيرة بتيجي تقول لك أنا والله بستاندردايز كورس التيسل ده، مش أنا ضمناه حول العالم، لا، هو كل بروفايدر أنا ممكن بكرة أقول أنا هعمل كورس تيسل. هدي بكواليتي عالية، بس مفيش مؤسسة فوق دماغي تقول لي اعمل كذا وما تعملش كذا. عشان كده كورس سلتا بريباريشن، لو أنت جيت عندي تاخد سلتا بريباريشن، أنا بدرس السلتا نفسها. فلما بدات ادرس سيلتا بريباريشن، عايز اقول لكم ان جامعه كامبريدج قالت لنا الاوت كمز بتاعه كورس السيلتا، والله 1 2 3 لحد 30، عايزين المتدربين يطلعوا بال 30 اوت كمز دول. طيب، انا لما رحت ابدا كورس السيلتا كمدرب، سالت كده بقول لهم طب فين الماتيريال بتاعه السيلتا؟ قال لك لا، انت بتاخد اهداف بس، وانت اللي بتصمم الماتيريال بناء على النولج اللي عندك اللي انت خدتها من السيلتا والدلتا والتريننج اب اللي انت عملته، بتصمم انت الكونتنت بتاع الانبوت سيشنز عشان تدخل السلتا بيه، بيبقى خاص بيك، او انت بقى تشوف تيوتر زميل ليك يديك ماتيريال، وطبعا دي بتبقى حاجه محرجه، لازم انت يكون عندك الماتيريال الخاصه بيك، وممكن تتبادل فيما بعد مع تيوترز من الزملاء، وتشوف الانبوت بتاعهم، وتشوف السيشنز بتاعتهم متصممه ازاي وهكذا. فانا صممت السيشنز الخاصه بيا في كورس السلتا، وبعدين بعد ما بقيت سلتا تيوتر فيريفايد من كامبريدج، رحت عملت كورس سلتا بريباريشن. ما كانش عندي الجرأة ان انا ادرب مدرسين او اعدهم للسلتا من غير ما اكون انا سلتا تيوتر. دي حاجة انا فضلت مستني. انا خدت سلتا في 2015، قعدت 4 سنين على بال ما جالي الجرأة ان انا اعمل ده، بس لما عملته حاجة كده توب نوتش، اللي هو انت بتاخد سلتا بريباريشن بتمن قليل، الحمد لله قدرت اعمل المعادلة دي، وبديك الكواليتي بتاعت السلتا في شكل مختصر اللي انت محتاجه عشان تقف على رجلك في الكلاس روم، سواء بقى هتدرس كلاس روم مانجمنت، دي اول سيشن، هتكتب ليسون بلان محترفه، هتدرس ريسبتيف سكيلز سواء ريدنج او ليسننج، هتدرس برودكتيف سكيلز سواء سبيكينج او رايتنج، هتدرس جرامر، هتدرس فوكابولري، هتدرس فانكشنال لانجويج، هتتعامل مع لور ليفلز، الناس اللي هي A1 وA2 اللي هم لسه بيبداوا رحلتهم في الانجليزي، كلهم ادلتس، ومصطلحات التيتشنج بصفه عامه. فصممت كل ده بشكل اخليك لو انت ماديا لسه مش مستعد للسلتا، ماديا ونفسيا، عشان تبقى عارف، لان السلتا كورس بيحتاج استعداد نفسي، لانه في نجاح وسقوط، فانا مش معقول هكون دافع المبلغ ده كله، وممكن يعني لا قدر الله اسقط. طبعا هو 1% بس اللي بيسقط، وده غالبا ما بيسمعش كلام التيوترز. فعملت سلتا بريباريشن لهدفين، لو انت داخل سلتا نفسها تبقى داخل واقف على رجلك ومطمن، الهدف الثاني لو انت لسه مش مستعد ماديا تاخد كورس ب 28000 جنيه، حطيت لك المحتوى اللي ممكن تحتاجه عشان تبقى مدرس شاطر في كورس سلتا بريباريشن. هو اسمه سلتا بريباريشن، بس انا بعتبره كبسوله تافل محترمه جدا بنكهه السلتا. فانت بتدخل لو انت عملت انترفيو بالنوليدج اللي انت خدتها في كورس سيلتا بريباريشن، الانترفيور مش هيعرف يفرقك لو ما بصش على الشهادات بتاعتك، لان الشهاده بتاعت سيلتا بريباريشن من تيفلزم، الحمد لله تيفلزم بقت معروفه مين اللي بيدرس فيها، كلهم سيلتا تيوترز وفي دلتا تيوترز وهكذا. فهيبص على الديمو بتاعك، هيبص على الليسن بلان بتاعك، طبعا انت لغتك قويه،
فهو بص على طرق التدريس وبص على البيبر ورك كليسون بلان، مش هيعرف يفرقك من حد اخد السالتا نفسها اللي ب 28000 جنيه خالص. ليه؟ لان انا اللي مصمم الانبوت هنا وانا اللي مصمم الانبوت هنا وعارف انا بوصل لك ايه. وكمان في كورس سالتا بريباريشن، يعني على الرغم ان احنا بنخلص في شهر وده يعتبر اسرع كورس تافل موجود لايف معايا، كل سيشن بتبقى 3 ساعات جمعه وسبت من 8:30 ل 11:30 مساء. طول الاسبوع ببقى فاتح جروب برايفت كده على الفيسبوك، الناس بتحط كل الاسئله المتعلقه بالسيشن فيه، بحيث ان انا اجمع كل الاسئله دي كلها واجاوبها قبل ميعاد السيشن الجايه. يعني خلصنا السبت، حطيت انت بتحط اسئلتك عن الجمعه والسبت، بفضل حد 2 3 4 استقبل الاسئله، خميس اجاوب كل الاسئله بتاعه التو سيشنز اللي فاتوا. ليه؟ مش عايز اضيع وقتك اثناء السيشن الاساسيه. طبعا لو في اسئله يعني ريليفنت قوي بجاوبها، ولكن ببقى حريص ان الثلاث ساعات اللي انت قاعدهم احترم وقتك فيهم، احترم مجهودك فيهم. الاساينمنتس اللي بديها لك ما بديها لكش بشكل يشتتك ويزعجك طول الاسبوع، لان انا عارف ان كل الناس اللي بتدخل الكورسات اللي زي كده عندها التزامات والتزامات قويه، فمش عايزين اساينمنتس مزعجه اللي هم يقعدوا شغالين فيها ويسيبوا شغلهم ويسيبوا اسرهم وهكذا. كمان بسجل السيشنز بحيث ان انت لو لا قدر الله فاتتك سيشن تشوف التسجيل وتسالني في اي جزء وقف معاك، او لو انت داخل سالتا ومحتاج تراجع على الكورس كله هتلاقي السيشنز موجوده معاك. تمام؟ فده الفرق ما بين السالتا وسالتا بريباريشن. السالتا هي كورس جامعه كامبريدج بتاخد شهادته من جامعه كامبريدج، ثمنه حاليا من 28 ل 32000 جنيه. كورس سالتا بريباريشن ثمنه 3800 جنيه وفي خصم لو انت بعت كود سي بي لساندي، وانا سايب كل ده في الكابشن بتاع اللايف بعد ما يخلص. سي بي لساندي هتاخد كمان خصم 500 جنيه، هيبقى ب 3300 جنيه. وخلاص احنا بنقفل الحجز، غالبا هنقفل الحجز بكره، بس اللي هيسجل النهارده معاه فرصه لحد يوم الاثنين ان هو فاينلايز الايه البيمنت بروسيس وهكذا مع ساندي. طيب كل دي حاجات بتعلمك طرق التدريس. طب ايه الفرق ما بين سالتا بريباريشن وتفل يونج ليرنرز؟ من اسمه سالتا، احنا قلنا ان الاي الاخيره في كلمه سالتا stands for adults. طيب ايه الفرق ما بين teaching adults وteaching young learners؟ اليونج ليرنرز بقى ليهم طريقه معينه، سايكولوجي معين، ما بنتكش قوي على الجرامر، ما بنتكش قوي على الفورم، بيبقى ليهم طريقه معينه في الكلاس روم مانجمنت، بتبقى اغلبها يعني ازاي تو ديسيبلين دم بشكل ما يضايقهمش بشكل محترف غير الادلت شويه. فمين محترف تيتشنج يونج ليرنرز في تيفلزم؟ لورا. ليه؟ درست سالت اس، سالت بي، درست حاجه اسمها سالتا واي ال، وده كان اكستنشن جامعه كامبريدج عاملاه للسالتا. اسبوعين بعد ما بتخلص السالتا بتدرس يونج ليرنرز، فهي ليها باع كبير جدا 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 في طرق تدريس الاطفال. وعشان الناس كانت مستنيه معانا من السنه اللي فاتت، اخر مره عملناه كان في شهر 7 2021، وبعد كده ظروف لورا ما سمحتش، لحد خلاص شهر 5 هنبدا الراوند اول باتش في 2022. الكورس معمول عليه خصم يمكن الوحيد والاخير من نوعه، لو انت بتدرس الاطفال اللي هم من سن 5 ل 12 سنه هو ده انسب كورس ليك. يبقى الخصم هيبقى 1700 جنيه خصم، الكورس ب 3800، لا انت هتدفع 2100، وبرده الحجز هيقفل بكره. فانا سايب الكود، البرومو كود تافل واي ال، هتبعته لساندي، سايب الواتساب بتاع ساندي وهي تفاينلايز البروسيس معاك ان شاء الله. ساندي تعبانه جدا معانا والله، انا عارف ان هي متعذبه بتقول لي، فمعلش في رسائل بتقع منها، في رسائل بتقع من الادمن، فمعلش سامحونا الفتره دي عشان في كورسين هيبداوا يوم 27/5. الكورس بتاعي اللي هو سالتا بريباريشن لو انت بتدرس الطلبه بتوعك من 16 سنه وطالع، ده هيبقى انسب كورس ليك سالتا بريباريشن. لو انت بتدرس ما بين اعمار ما بين 5 سنين و12 13 سنه، هيبقى انسب حاجه ليك تافل يونج ليرنرز مع لورا. وسايب البرومو كودز بتاعت الكورسين في الكابشن، وسايب لك رقم ساندي وهكذا، ابعت لها بس البرومو كود وهي هتساعدك تسجل وهتساعدك تفاينلايز البروسيس كلها. تمام؟ ف برنسس توتا بتقول كورس تافل يونج ليرنرز يكون مرتبط بتدريس المناهج الجديده. هي لورا في الكورس ده بتعلمك ازاي تدرسي الفوكابيولري الجديد اللي موجود قدامك للاطفال، ايا كان بقى في منهج جديد او منهج قديم، بتعلمك البرنسبلز بتاعه تدريس الفوكابيولري،
بتعلمك البرنسبلز بتاع تدريس الجرامر للاطفال، بتعلمك البرنسبلز بتاع تدريس الريدنج للاطفال، سبيكنج للاطفال، رايتنج للاطفال، بتعلمك كل ده. وانت بقى بتطوعي طرق التدريس اللي بتتعلميها مع لورا مع المنهج بتاعك. فانت لما تعلمي الجرامر بيتدرس ازاي للطفل، والفوكاب بيتدرس ازاي للطفل، والريسبتيف سكيلز والبرودكتيف سكيلز بيتدرسوا ازاي للطفل، وتديري الكلاس ازاي، وتعملي تايم مانجمنت ازاي، هتقدري تطبقيه ان شاء الله يا توتا على كل المناهج اللي انت بتدرسيها. اليونج ليرنرز من سن، لو انت بتدرس لاطفال من سن 5 سنين ل 12 13 سنه، الفتره اللي هي ما بين 13 و16 دي بيبقى ليها مناهج معينه اسمها مناهج التينز، فهي يعني بتبقى اخده شويه من يونج ليرنرز على ادلتس. فانت لو دخلت هنا او دخلت هنا ان شاء الله تستفيد، بحيث ان انت يعني تبقى عندك مهارات طرق التدريس بصفه عامه. يبقى تاني بسرعه، محتوى سلتا هو محتوى صممه التيوترز وبيجيت سوبرفايزد واسست وتشكت باي كامبريدج، دي سند ان اسيسر. تمام. طيب سلتا بريباريشن هو كورس تحضيري، ولكن يعني هو اسمه ظلمه شويه. ده كورس بيديك طرق التدريس برضو، انا بدرس الكورسين زي ما قلت بشكل مختصر، بديك اللي انت محتاجه عشان تدخل الانترفيو ان شاء الله تعدي منها، تتكلم تبقى فاهم طرق تدريس، تعمل ليسون بلان شبه اللي دافع 30,000 جنيه متعلمها بالظبط. لان انا في الكورس ده ما بديش معلومه اقل، وطبعا انت شفتوا حلقات مدرس انجليزي شاطر، انا سواء المحتوى مجاني، المحتوى سعره بسيط، المحتوى سعره غالي، انا بشتغل بضمير واحد وبذمه واحده. فانت هتدرس معايا، انا مش هسيبك غير وانت خارج فاهم كل حاجه. وطبعا كل الكورسات دي انت في اول سيشن، في اول اتنين بتحس ان في مصطلحات كتير، بتحس الموضوع كبير، بعد كده الدنيا بتهدى وبتبدا تفهم كل حاجه، وبنهايه الكورس كل حاجه بتبقى اتحطت في مكانها الصحيح عندك، ولما تطبق بقى الدنيا بتفرق جدا. بس شهاداتنا من تيفلزم بتوصلك بي دي اف في نهايه الكورس خلال اسبوع او 10 ايام من الكورس، من نهايه الكورس. احنا الحمد لله حققنا المعادله الصعبه اللي هو ادينا لك محتوى راقي قوي جدا بسعر مناسب جدا، بشهاده اصبح ليها وزنها في الايجيبشن ماركت وحتى في دول الخليج. الناس خلاص عرفت تيفلزم ايه، هي تيفلزم مين اللي بيدرسوا في تيفلزم، على الرغم ان هي بلاتفورم اونلاين ولكن المدربين فيها عارفين بيعملوا ايه، وهم اللي بدوا الكورسات الكبيره. فلما عملنا الكورسات اللي هي الصغيره للناس اللي لسه بتبدا، او الناس اللي خايفه من السلتة، او الناس اللي لسه متخرجه وفي الامكانيات الماديه لسه مش سامحه، بقى عندهم فرصه للتطوير. واخواتنا وحبايبنا في الصعيد، عشان ما فيش فرصه للتطوير هناك، او الناس اللي معاهم دلتا وبينزلوا يعملوا حاجات للمدرسين في الصعيد لسه ما زالوا قليلين شويه، تيفلزم حققت لكم معادله ان انت تعمل تطوير، تعمل بروفيشنال ديفلوبمنت. كل ده طبعا للمدرسين اللي عايزين يبقوا حاجه، يبقوا عايزين يبقوا اقوياء، عايزين ما يفضلوش واقفين مكانهم، عايزين يحسنوا من ظروفهم ومن دخلهم ومن دنيتهم. هيلاقوا ده موجود في تيفلزم ان شاء الله باسعار مناسبه جدا. وخلاص احنا هنبدا الجمعه الجايه الكورسين، كورس تافل يونج ليرنرز وكورس سلتا بريباريشن. طبعا كل الناس اللي حضرت اللايف هيلاقوا الهديه بتاعه الثلاث حلقات الاخيره من مدرس انجليزي شاطر موجودين لمده نص ساعه بعد اللايف. طبعا لو انت بتتفرج على اللايف ده مسجل دلوقتي مش هتلاقي الهدايا لو انت اتفرجت عليه بعد نص ساعه من الوقت، فارجوك تابع الستوريز او ادخل على حلقات مدرس انجليزي شاطر، اعمل لها شير، بمجرد ما تعمل لها شير تعمل لي منشن عشان ابعت لك الهديه بتاعتها. انما ما تقوليش الهديه فين، الهديه خلاص اتشالت، لان دي بتبقى خاصه بالناس اللي بتحضر اللايف وقت اللايف. تمام. انا كمان بحبكم في الله يا احمد شيخ العرب، واشوفكم على خير، اسيوط على راسي، كل مدن الصعيد وكل الدول العربيه والمتابعين الحمد لله بقوا من كل مكان. جالي النهارده رساله من اخويا في ليبيا، بيجي لي رسائل من تونس، بيجي لي رسائل من لبنان، من الاردن، من الامارات، قطر، البحرين، السعوديه، الكويت. فبجد انا ممتن لمتابعتكم، ويا رب يكون المحتوى اللي بقدمه على البروفايل وعلى صفحه تيفلزم يعني ينال دايما استحسانكم ويكون مفيد ان شاء الله، ويرزقنا الاخلاص في القول والعمل.
سمسمه بتقول انا حضرت اللايف فين الهديه، بمجرد بس ما اللايف يقفل ادخلي على البروفايل بتاعي هتلاقي اللايف ده مكتوب فيه كل حاجه، هتلاقي الهديه موجوده، اللينك بتاعها موجود، والباسورد بتاعها موجود، بس لازم الباسورد تدخل زي ما هي لان هي كيس سنسيتيف. يعني لو كلمة مكتوبة كلها كابيتال تكتبيها كابيتال، لو في حروف كابيتال وسمول تكتبي زي ما هي مكتوبة بالظبط، وما تعمليهاش كوبي بيست لان احيانا بتاخد سبيس جنبها، فالسبيس ده بيتشاف كأنه غلطة في الباسورد. وكل التوفيق، اشوفكم على خير ان شاء الله، وما تنسوش بقى لو هتحجز اي كورس من الكورسين حاول تلحق خلال النهاردة وبكرة، التفاصيل موجودة، ساندي هتساعدك. الحجز المفروض هيقفل النهارده بس طبعا، يعني هيقفل بكره بس، لحد يوم الاثنين معاك لحد ما تفاينلايز البروسيس. الهديه موجوده في اللايف يعني بمجرد ما اقفل. ايوه يا اميره مفيش مشكله، هتفضل متسابه لحد نص ساعه من اللايف، مش همسح اللايف ده، ولكن هشيل الهديه كمان نص ساعه. طيب هناخد الهديه ازاي؟ بمجرد ما اقفل ادخل بقى على بروفايلي بعد دقيقتين ثلاثه، وطبعا لو حصل زحمه على الويب سايت ساعات بيقع، عشان كده هسيبها لمده نص ساعه. تمام، هتلاقي اللينك بتاع الهديه، هتلاقي فيه صوره وتحتيها مكان تكتب فيه الباسورد، اكتبه واعمل انتر، الدنيا هتظبط معاك ان شاء الله. اعمل داونلود للبي دي اف، هتلاقي في اخر جزء فيه هديه الحلقه الخامسه وهديه الحلقه السادسه وهديه الحلقه السابعه. طب الهدايا عباره عن ايه؟ هتكتشف العظمه في الهديه لما تفتحها. منهم سلتا ليسون بلان لدرس سبيكينج، صاحبه اخد اباف ستاندرد في الدرس واخد باس ايه في السلتا كلها، لان كان بيجيب اباف ستاندرد كتير. او بقى السلتا سعرها ايه؟ السلتا بقى ب 28000 جنيه، ولسه هتغلى عشان زي ما قلت في بدايه اللايف السنترز بتدفع لكامبريدج بالاسترليني، فالاسترليني طبعا سعره اتغير، فهي في طريقها انها تغلى. فاللي عايز يلحق ياخد سلتا يحاول ياخدها بقى ان شاء الله قبل ما تغلى. كل سنه وانتم طيبين واشوفكم على خير. السلام عليكم.